على مهلك. تعالي في الباب بسرعه. سؤال تحاكي يا فندم دلوقتي. أهم حاجة حضرتك يعني تشوف لنا دكتور بسرعة عشان الجرح اللي عمال ينزف ده. لا دكتور إيه؟ ما ينفعش يا إبراهيم دكتور يجي هنا ويشوفنا، ما ينفعش. يعني إيه ما ينفعش؟ أمال هنسيبك بالحالة اللي أنت فيها دي؟ أنت مش شايف منظرك عامل إزاي؟ معلش. هاتي حاجة نربط بيها الجرح ودلوقتي نزيف يوفي. نربط إيه بس يا عم؟ ما إحنا رابطينه من الصبح وعمال ينزف برضه. ما ينفعش يا إبراهيم. مش بعد كل اللي عملته ده جه تمسك هنا. ما تتمسك أحسن ما تموت. هنسيبك وأنت بالمنظر اللي أنت فيه ده. طب انا بقول لحضرتك حاجه، في هنا اجزخانه قريبه مننا. ايوه ليه؟ طب لو سمحت هاتي ورقه وقلم بسرعه عشان اكتب لك شويه حاجات تكتبها لي. كلام البنت بيقول ان سليم وابراهيم خرجوا من المقابر، عشان كده عايزكوا في أسرع وقت تشددوا المراقبة على بيت سليم وبيت إبراهيم وتعمل لي نشرة بمواصفات الموتوسيكل اللي البنت قالتها. حاضر يا فندم. والعيال اللي حاولوا يغتصبوها يكونوا عندي بكرة الصبح بكتير قوي. وده يا فندم بصراحة موضوع محيرني شوية. إيه اللي محيرني؟ يعني كلام البنت على سليم وموقف الرجولة اللي وقف معاها، مش عارف. هو موقف رجولي صحيح يتحسب له، لكن لا تزر وزيرة وزر أخرى. سليم متهم بتعذيب شاب أدى إلى موته، يعني مجرم وهربان والعدالة عاوزاه. سليم لازم يتجاب. يتجاب يا فندم. مش يدك هلف هنا يا بني آدم بتعمل إيه؟ لف الإبرة لبره كده. ماشي يا عم السوابق، عشان عليك إن أنت خبرة. عرفت البت الحلوة دي ازاي؟ سبحان الله يا اخي، الحرامي رزقه واسع حتى في الحريق. شبت ايه ده؟ كل حاجة هنا، اتأكد بس ان مفيش حاجة ناقصة. طمني عليك يا سليم. كله تمام بس في حاجة ناقصة. وما قلتش ليه من الأول؟ كنت جبتها لك. طب قول بسرعه وانا هروح. بس دي حاجه ما ينفعش تجيبها من الاجزخانه، حاجه لازم يعني مع البنج الموضوع عشان يقدر يستحمل. حاجه ايه؟ سنه افيون. نعم. يعني ازازه خمره، حبايه ترامادول. يا عم انت جنسك ايه بالظبط؟ هتجيب الحاجات دي منين؟ انت ما بتفهمش. ما هو مش هينفع كده، البنج الموضوع لوحده مش هخليك تستحمل حاجه. مش فتحه صدر ايه ولا فتوانه يا عم السوابق. سوابق ايه؟ ده ضابط في العمليات الخاصه. ظابط في العلاقات الخاصة؟ ازاي يعني؟ ظابط يعني ظابط دبابير؟ يا عم اخلص يلا. حاضر يا باشا. هو انت دكتور؟ يعني ايه هو اللي يعني؟ دكتور ولا مش دكتور؟ يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني. يا عم خلصني. حاضر يا باشا. يلا فريد هاتيلي في كنت بس مالكيش دعوة. يلا يلا يا ابني انا استحمل. يلا هات لنا معاك اباجورة زي بتاع قطفة عمليات كده عشان انور العجلة. بص يا انت كمان انت تعمل لي قلبه مفتوح. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يلا يا عم هفك البتاع ده واغسل ايديا اطهرها واجيبك. خد نفس جامد وارتب. الفجر تسترها مع سليم ابني يا رب وتكفي شر نفسه وشر المتربصين بيه يا رب. انت عارف انا اتقيتك قد ايه في تربيته. والنبي يا رب وحياة حبيبك ما تسويني فيه يا رب. يا رب طلعه من محنته دي. احنا ملناش غيرك يا رب. ايه
تفتكر هيبقى كويس؟ ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله اطمني. بس ده شكله تعبان قوي. هو امر طبيعي سعادتك، يعني اصل هو الجرح نزف والنزيف ده بيعمل هبوط، ده غير ان هو ما دقش حاجه من ساعه ما هربنا. هو انت ازاي مش دكتور وشاطر قوي كده؟ يا فندم احنا الظروف، كنت عايز اخش كليه الطب بس الحمد لله يا فندم انا بشتغل تمرجي في مستشفى بقالي 25 سنه. تمرجي وشاطر كده؟ والله برافو بجد، متشكره قوي على اللي انت عملته مع سليم، هيفضل جميل في رقبتنا لحد يوم الدين. جميل ايه بس يا فندم؟ هي الاصول فيها جميل؟ سليم بقى يعني خير وسابق، هربنا وحماني وتعور مكاني، ربنا بس يقومه بالسلامه. اللي هو صحي ظابط؟ ايوه ظابط. الشرطه؟ ايوه ظابط شرطه. امال ايه اللي خلاهم يعملوا فيه كده ويلبسوا كلبش؟ دي حكايه طويله قوي، بس انت ايه اللي وداك النيابه اصلا؟ والله يا فندم برضه حكايه طويله، واضح ان سعادتك يعني بتعزيه، طمني ان شاء الله هيبقى كويس. انا ما عنديش اغلى منه في الدنيا دي. طيب اعتبر بقى ان البيت بيتك، لو عايز تشرب اي حاجه يعني وكده عن اسمك. نشرب ايه؟ احنا هنموت من الجوع. عمرك ما تتغيري، لسانك عامل زي المبرد ما بيرحمش. محدش فينا بيتغير يا سليم، ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت. والله اللي المفروض يتغير هو اللي عنده مشكله. ليه تكونش فاكر نفسك ملاك بجناحين ما بتغلطش؟ لا بغلط، بس على الاقل بني ادم طبيعي. عرفتي ليه احنا سيبنا بعض؟ لا بصراحه ما اعرفش، ويا ريت حضرتك تفهمني. عشان العند والمقاوح اللي على الفاضي للنهار. ولا مش عشان انت عايزني عسكري من العساكر بتوعك، روحي هنا وتعالي هنا. انت يا بنتي ما اتعلمتيش حاجه خالص من اللي حصلت؟ كنت مستناك انت اللي تتعلم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. معلش اسفه صحيتك. ده ولا يهمك يا فندم. هو سليم هيفضل نايم كده؟ لا ما تخافيش، هو زي الفل الحمد لله. انا اطمنت عليه وقست له الضغط والنبض، والحمد لله النزيف وقف وبقى زي الفل. طب هو ما بيفوقش ليه؟ انا خايفه يكون في حاجه. لا ما تخافيش. يكون جرى لي ايه يا فريده؟ لسه ما متش، ما تخافيش. على مهلك على مهلك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا وحش. لو مؤاخذة يعني الحمد لله على السلامة يا سليم باشا. الله يسلمك يا إبراهيم. معلش تعبتك معايا. مع إني كنت بتشاهد وأنا بسلمك دراعي. قلت خلاص شكرا على كده خلصت. إيه الكلام السخيف بتاعك ده؟ بعد الشر عليك. يا باشا أنا ما عملتش حاجة، ده سعادتك اللي سبقت بالخير يعني وتعورت بسببي وحشت عني. مؤاخذة يعني دي عشر الكلبش، ومش أي كلبش، ده كلبش مع ظابط. مش تقول يا باشا. أديك عرفت يا أخوي. هتعمل إيه يعني؟ زمانك ميت من الجوع، هقوم أعمل لك حاجة تاكلها. أنا آسف يا سيادة اللواء إن أنا ولعت سجارة في وجودك. أنا منكرش يا سيادة اللواء إن أنا اتهزيت شوية من جوايا بعد ما عرفت اللي عمله مع البنت، واللي أدهشني أكتر إن أنا سمعت البنت وهي بتدعي له. مع إن واحد في ظروفه دي المفروض يبعد عن المشاكل بقدر المستطاع، بس غريب أوي. بس كل ده ملوش علاقة بالقضية بالمناسبة يعني، وبرضو مش معناه ان سليم مجرم.
ما هو ياما في مجرمين بيطلعوا فلوس لله، تجار مخدرات خارجين على القانون، قتلة، فاتحين بيوت ناس غلابة كتير قوي بتبرعوا بفلوس لله كتير. ما هو ست اللي هو زي ما اتعلمنا في الشر مطلق ولا خير مطلق، يعني في حد بيعمل شر على طول ولا في حد بيعمل خير على طول. يعني مش معنى انه عمل كده مع البنت انه معذبش الواد لحد الواد ما مات في ايده. بس برضه ما فيش حد قال انه تعمد يعذب الواد لحد ما يموته. يمكن الواد استفزه شويه، يمكن هو كان مزنوق في رشين والشيطان لعب في دماغه. يمكن ضغط على الواد شويه ضربه الواد مات في ايده. انت ايه رايك يا ست اللواء؟ هقوم اعمل لك قهوه. سيبك من القهوه واسمعيني، وانت بريب ركز معايا عشان تفهم اللي اقوله. معنى ان صلاح التوخي يروح بيتنا يبقى مركز في الموضوع وشايله على صدره. ده كان محروق جدا وهو بيتكلم مع طنط. مؤاخذه علي يا سليم بيه، هو صلاح التوخي ده حطك في دماغه قوي كده ليه؟ هو في بينكم ضديات قبل كده؟ صلاح التوخي في الوزاره معروف عنه انه ظابط نظيف وجامد، مفيش قضيه مره يمسكها غير لما يجيب اخرها. بس انا عارف صلاح التوخي بيفكر فيه. صلاح التوخي خايف مني على سمعته، مش بس كظابط شاطر، كظابط شريف. يا فندم. يا وليد ايه الجديد؟ جديد ايه يا فندم؟ انا سايب سعادتك من 3 ساعات. كم ساعة دول ممكن يغيروا الدنيا. سليم ممكن يخرج من المحافظة دي يروح محافظة تانية، ساعتها يتوه مننا تماما. يا فندم هيخرج يروح فين وهو مصاب زي ما البت قالت؟ ما هو ده السؤال اللي لازم نلاقي الإجابة. تفتكر سليم ممكن يروح فين؟ صلاح التوخي همه الفترة اللي جاية ضايق الدنيا علينا، يعمل لنا كمان في كل حتة في مصر، وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. بس أنا ما أعتقدش إن حد ممكن يجي في باله إن أنت تبقى هنا. إحنا خطوبتنا اتفسخت من زمان ومفيش حاجة تربطنا ببعض. قصدي يعني ده اللي باين للناس. عندك حق، انت صح، بس ده دلوقتي بس، لكن قدام شويه هيوصلك. يعني هيوصلك، عشان كده لازم نخلص من اي حاجه ليها علاقه بينا في البيت ده. احنا وزعنا صورهم على كل الكمائن يا فندم زي ما سعادتك امرت. مستحيل يا فندم، مستحيل يطلعوا بره القاهره، وانا بعمل حصر لاصحابه وقرايبه واهله ومعارفه، وبالدور بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام سعادتك. تقالي كده يا فندم يومين بالكتير وسليم يبقى في ايدينا. تقريت ملف سليم الانصاري كويس يا وليد؟ اه يا فندم. اظنش انك قريته خالص، لانك لو كنت قريت ملف سليم الانصاري ما كنتش هتبقى مطمن قوي كده. سليم الانصاري ما هوش مجرد ديلر عادي او ضابط كرش واسع ومرتشي. سليم الأنصاري كان متفوق طول أيام دراسته، كان ممكن يدخل أي كلية من كليات القمة زي طب أو هندسة أو صيدلة، لكن اختار بنفسه إنه يدخل الشرطة. وطول أيام دراسته في الشرطة كان متفوق تماما، اشتغل في المباحث في العمليات الخاصة، وأثبت كفاءة عالية جدا في الرماية واقتحام الأوكار ومكافحة الإرهاب. سليم الأنصاري مش مجرد مجرم عادي سهل تقبض عليه زي ما انت متصور كده يا وليد. ارجع اقرا ملف سليم الانصاري تاني يا وليد. فهمت يا فريده؟ اي حاجه جه عليها دم من امبارح حطيها في كيس اسود وارميها في صندوق زباله بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل، مفهوم؟ مش ما ترمهمش كلهم في مكان واحد، خلي الصناديق كلها بعيد عن بعض، وفي كل مكان ارمي حاجه. تمام. خلينا بقى في المهم، الموتوسيكل. احنا خبيناه تحت يا باشا في المخزن بتاع الفيلم. ما ينفعش، صلاح التوخي اهم حاجه دلوقتي هيدور عليها هي الموتوسيكل. لو لقاها هنا في البيت ده فريده تروح في 60 داهيه. طب وده هنعمل فيه ايه؟
الموتوسيكل ده وليد اول خيط هيوصلنا لسليم الانصاري. اي نعم احنا ما معناش نمرته، لكن معانا كل اوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفه. لو جدعنتوا يا وليد وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خاطفين البنت هنعرف منهم نمره الموتوسيكل. حاضر يا فندم، هجيب لك العيال دي النهارده يا فندم. ما نشوف يا سيدي. الموتوسيكل ده لازم يختفي، بس قبل ما نخلص منه لازم نشيل من عليه اي حاجه تربطنا بيه، دم بقى، بصمات، اي حاجه يعني. مفهوم؟ تمام. ماشي. طب بالنسبه للموتوسيكل يا باشا، انت كده جيت في ملعبي بقى. ليه بتفهم في الميكانيكا؟ يا باشا اصل انا وانا صغير زمان كنت بشتغل ميكانيكي يعني مع واحد جارنا اسمه اللوست علي الحظ، فاللوست علي الحظ ده كان بيعمل دماغ كتيره، ومره الحظ خانه فراحت المكنه هبه فيه، فانا سبته ورحت اشتغلت في محل طعميه. اول ما دخلت المحل ام ناصر بقى جايه بتفتح الانبوبه راحت ضربه. خلاص يا ابراهيم خلاص. فريده انت عندك هنا عده؟ عندي اهو، في العربيه كمان. طب كويس. الموتوسيكل ده لازم يفكك مسمار مسمار ويتغسل كويس، عشان ساعتها تقدري تعملي زي الحاجات التانيه، ترمي كل حته في مكان. تمام. ولا يهمك كمان، هخلي لك اكبر حته في الموتوسيكل ده قد كده، بس ادوني حته. ده الموتوسيكل. انت بقى ابراهيم. انا مالي بيه، هتفككني انا كمان؟ انا عارف انت واد جدع ومش خاين، بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بقتش اثق في حد، حتى لو ابويا الله يرحمه. انت هتفضل معايا، ولو فكرت تبعد عنا يا ابراهيم انا هضربك بالنار. يا باشا هسيبك واروح فين يعني؟ انا كده كده غرز معاك يا سعاده الباشا، يعني هسيبك واروح اسلم نفسي للحكومه، ولو روحت بيتنا برضو الحكومه هتقبض عليا. الحكومه بتدور عليا من ناحيه، وحسن الضبع بيدور عليا من الناحيه الثانيه. حسن الضبع مين؟ ابقى احكي لك يا بيه بعدين، بس لما نخلص من اللي في ايدينا. وبعدين يا بيه انا هستفيد ايه يعني ان انا اغدر بيك؟ ماشي، بس لحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معايا. صلاح التوخي لو مسكك مش هسيبك غير لما تقول مكاني فين. انا عارفه ظابط غلس ومش هيحلك. اه طبعا، احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني، ولو اني متاكد انه مش هيظهر، لان سليم مش هيفرط بسهوله في الراجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجه. هو هيفضل مخليه معاه على طول يا فندم؟ يعني لو سمحت هات لي العده يا لسه فريد. من عينيا. حاضر. قول لك يا فريد، الباب اللي ورا مقفول؟ لا. طب روح انت، استنى ابراهيم هاجي معاك عشان نفك الموتوسيكل. تيجي معايا فين يا بيه؟ والجرح اللي في دراعك احسن يتفتح. ما تشغلش دماغك بدراعي، يلا. انا مقدر يا بيه، مقدر وعارف ان انت شاكك فيا، ما هو برضه اكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن اكيد مجرم، هتطمن له ليه؟ كويس انت عارف ابراهيم ومقدر، بس لازم تعرف ان احنا الاثنين ساعدنا بعض في المصيبه اللي احنا فيها دي، واحنا الاثنين برضو خطر على بعض، لو حد فينا اتمسك هيودي تاني في 60 داهيه، وقداميش حل تاني. يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه؟ ما تنساش ان سعادتك كنت رايح السجن انت كمان برضو، يعني ما كنتش رايح مارينا. انا مش عارف لحد دلوقتي هيودوا ضابط السجن ولا يكلبشوه ليه؟ ده الواحد بيخاف يهوب ناحيه الاسم يا بيه. اه والله لما ببقى رايح اعمل ورقه ولا اي حاجه في الاسم بحط ايدي على قلبي واقول يا رب انجدني. بس بصراحة يا بيه يعني أنت غيرها. أي والله، وبعد موقف الجدعانة والشهامة اللي أنت عملته مع البت الغلبانة دي، وكنت هتودي نفسك في داهية وتضحي بنفسك، خلاك كبرت عندي قوي يا سليم بيه. والجدعانة يا بيه عند ولاد البلد ليها مقام كبير. تعال معايا يا بيه، اتفضل. اطلع إبراهيم. ما تخلص يا بنت. إيه لك يا عدي؟ ساعة بتصب القهوة. روح انت يا شاطر، احنا هنصبها. جريه يا حاج، مالك في ايه؟ ما تهدى شوية. ما حدش يقول لي ده حماد. انتوا ما حدش حاسب اللي فيا، وما حدش فيكم مورود زي ما انا مورود. حماد بي عنده حق، احنا في السليم. وبعد كده اذا كان على زناتي قرشين هيسكتوه. يا عم زناتي مين؟ طب والظابط؟ الظابط ده ما يخوفش نملة، بالعكس ده هو اللي خايف ومرعوب. انت مش عارف الداخلية مقلوبة عليه ازاي. بعدين يا حماد بيه، الراجل بتاعك طلع بينه وبين الضابط سليم طار، يعني ما بيخدمش لله في لله. مين؟ تقصد تميم؟ اه يا سيدي تميم. محضر التحريات اللي اتعمل على سليم بيقول ان هو اتنقل هنا بعد ما وقف عربيه صاحبك في كمين، وضرب البادي جارد اللي معاه علقه لما فرط عظامه. يا راجل يا اخوانا، هيفيدني ايه الهادي ده في موضوعي؟ ازاي هيفيدنا في ايه يا لطفي؟ الراجل ده محسسنا وبيعمل لنا جميله. ما دام الطار واحد يبقى المصلحة واحدة.
مش كده ولا ايه يا سيادة النايب؟ يا ابراهيم ايه الاخبار؟ كله تمام مية مية. فكيت لك الموتوسيكل يجي 25 حته وحطيته كله في شنطه العربيه. عن اذنكم هغسل ده بالشحن. ما تقلقش بقى كل حاجه بقت زي الفل. ربنا يستر ان شاء الله. معلش يا فريق تقلت عليكي، بس انت عارفه بقى انا ماليش غيرك. طب ما طبعا مالكش غيري. بقول لك ايه، انا هطلع اغير هدومي، عايزه اروح الشغل اخد اجازه وبعدين هعدي على مامتك. اجازتي ما ينفعش اجازه طبعا، مش عايزين اي حاجه غريبه اليومين دول تلفت النظر. ايوه يا سليم بس هسيبك. اسمعيني بقى ما تتعبنيش بقى. حاضر. ويسلمي لي على امي وعلى سلمى وطمنيهم عليا. ماشي. على فكره ابراهيم ده جدع طيب وابن حلال، انت مش متخيل عمل معاك ايه، وكان بجد خايف عليك من قلبه. غيبان، ما فيش حد ليه امان في الدنيا دي اليومين دول. انا هروح اغير. بقول لك صحيح، معلش انا كنت احتاج منك خدمه. قول لي. عايز تليفون وخط بس ما تقوليش باسم حد. انت عارفه ان كل الناس اللي حواليا متراقبين دلوقتي. هتعرفي؟ هعرف يا استاذه، انا مديره اكبر شركه موبايلات في مصر. مش هو ده بقى شغلي اللي ما كانش عاجبك؟ انا هنفعك اهو دلوقتي. والنبي ده وقته؟ اهو وقته. مبروك الافراج يا شبح. شوف بقى هتديني حقي نقدي ولا مزاج؟ على حق يا ابو تصدق يا صحتك جت على الحبس. ما تضحك يا ما تضحك، خدت افراج. يا سبحان الله، شفت بقى سليم بيه طلع الحال من بعضه. حكايتك شبه حكايتي. شكلك مش مصدقني رغم ان انا صدقت كل اللي حضرتك قلته لي. هو انت ليه يا سليم بيركب دماغك يعني ومش قادر تنسى ان انت ضابط شرطه وان انا حته تمرجي غلبان يعني؟ ده انت حتى بذقت الظلم مش قادر تحس ان واحد غلبان زي ممكن يبقى مظلوم. ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ يا باشا انا ما بقولش، سعادتك اللي باين عليك يعني ان انت شاكك فيا، شايف ان انا عيل حرامي سرق العهده بتاعته وبيكذب عشان يهرب ببلوته السودا، مش كده يا بيه؟ والله يا بيه ما بكذب عليك، واللي حكيته لك ده هو اللي حصل بالظبط. وبعدين يا سليم بقى انا مش محتاج اكذب يعني عليك، بعد كل اللي حصل لنا ده هكذب عليك ليه؟ ده انت هربان زي يعني، مش الظابط اللي بيحقق معايا واللي هيثبت عليا التهمه. ولعلمك بقى يا سليم بيه، والله انا قاعد معاك هنا بمزاجي، مش غصب عني، ولا هممني بقى الطبنجه اللي معاك، ولا هببني اي حاجه. أنا بس مش عايز أسيبك وأنت عيان. بص يا سليم بيه. طيب يا بيه ماشي. أنا هطلع يا بيه، ما تنساش بقى تبقى تاخد الدواء بتاعك المضاد الحيوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش. أصل اللي أنا عملته لك ده مش سهل كده يتعمل يعني في صالون ولا في صالة عادي، ده كان محتاج مستشفى وأوضة عمليات. تعقيم. تنساش تاخد الدواء بيه. عن اسمك انا هطلع اصلي وبريح شويه.